بسمة بوسيل، قصة حياتك لو مسرحية ينفع يبقى اسمها مثلاً أحلام لم تكتمل؟ ستكتمل. ستكتمل بكرة أحلى؟ أكيد. نبدأ من الأول، من فصل البدايات، ستار أكاديمي وحلم الغنى والنجومية والشهرة. ستار أكاديمي كان ممكن أقول حلم طفولي بالنسبة لي، بس ما كنتش عارفة إن أنا أشوفه بصورة كبيرة. عشان رحت لستار أكاديمي وعملت في الآخر كل نفسي فيه، بس ما كنتش ماسكة في حلمي قوي، حاسة كده، عشان كده بعتبره طفولي. إيه اللي كان نفسك فيه؟ بصي، في ستار أكاديمي كنت عارفة مبدئياً لما هروح أنا رايحة عشان أتعلم، فكان نفسي طبعاً أكيد إن أنا أكسب، بس كنت حاسة إن أنا فرصتي قليلة قوي في إن أنا أكسب، فقلت مش مشكلة إذا لو ما كسبتش، التجربة أهم. وكأني رايحة كده بعمل كورس أو حاجة كده مكثفة في الغنى. فستار أكاديمي كان بالنسبة لي very good experience، بس أنا بحس إن أنا ما مسكتش في حلمي قوي ساعتها. حلم خد مكان حلم؟ لا، بصي هقولك على حاجة. أول حاجة بس عايزة أقول حاجة مهمة جداً، إنه ستار أكاديمي كان بالنسبة لي تجربة كويسة، بس هو بيديكي شهرة يعني ممكن نقول إنها مش حقيقية قوي. عشان لما بتخرجي من البرنامج مش بتلاقي السبوت لايت اللي عليك اللي كان في البرنامج ده، مش يعني بيبقى مش نفس السبوت لايت، بتتصدمي بقى بالواقع. أنا بصراحة لما جيت مصر أنا أحلامي تقريباً كلها اتحققت، يعني لقيت حب حياتي، وفي نفس الوقت كنت بعمل ماي ألبوم مع محسن جابر المسؤول الفني على الألبوم، بس حسيت ساعتها إن أنا عايزة أتجوز أكتر. يعني حسيت ساعتها إن أنا لا، حبي لتامر كان أكبر بكتير من حبي للغنى. وافقتي إن الألبوم ما ينزلش؟ آه. طب إزاي كان هو اللي بيشرف عليه فنياً وطلب منك إنه ما ينزلش؟ لا بصي، هو كان حصل بصراحة، هو برضو في حاجات كانت غصب عنه. To be honest، يعني الجواز كان يعني الناس كده اتفاجئت، وكان طبعا انت فاهمة الفانز بيبقوا عاملين ازاي، فكان في حملات غريبة كده على الانترنت. هو بالطبيعي ان هو هيبقى زعلان انه مثلا حد يبقى بيتكلم عليه بطريقة مش كويسة، فحس انه هو he has to protect me، فاهمة؟ يعني لازم يحميني. فساعتها انا كمان اصلا ما كنتش، بقيت حاسه ان انا خايفه، انا نفسي خايفه. فالموضوع بصراحه ما كانش انه هو مش عايز، هو مش عارف يعمل ايه وانا مش عارفه اعمل ايه، فاهمه قصدي؟